رد على الدكتور فاروق الباز كان عامل مشروع المحور الغربي واعترضنا عليه، قلنا له احنا بنشايفين ان التنميه الحقيقيه في مصر هي التنميه الشرقيه، المحور الشرقي مش التنميه الغربيه. بتنقصنا الميه فلازم ندور على مصدر للميه. لما ابتديت ادرس نهر الكونغو يمكن لو في يا جماعه نبدا نشوف الخرائط اللي عندنا، خليك حضرتك في مقارنه انا عاملها ما بين ايرادات انهار العالم، اكبر انهار العالم. هتلاقي ايراد نهر النيل 84 مليار متر مكعب ميه. ايراد نهر الكونغو 1248 مليار متر مكعب ميه سنويا. من 84 ل 1200 ل 1200 يعني تقريبا 12 ضعف. 12 ضعف. ابتديت المعلومه دي اغرتني بالدراسه. ابتديت اجمع صور قمر صناعي اكتر. في صوره قمر صناعي انا جايبها وحاططها برضو في نبدا يا جماعه نشغل الخرائط، اتفضل يا فندم. هتوري لسيادتك المصب بتاع نهر الكونغو بيخترق المحيط 137 كيلو متر في الميه المالحه عشان يصب الميه العذبه. متخيل شده الاندفاع يا سيد بيه؟ 137 كيلو متر بتقطع المحيط عشان ترمي الميه العذبه. ميه عذبه؟ ميه عذبه بتنزل في المحيط. بتنزل في المحيط. 137 كيلو متر مسافه طوليه بترمي 1200 مليار متر مكعب، واحنا مشروعات الري بتاعتنا بنعمل جونجلي على 15 مليار متر، بنعمل مش عارف بحر الغزاله على 4 مليار متر، بنعمل مش عارف ايه على كام مليار متر. طب ما انا عندي الخير كله. ابتديت ابص على الروافد بتاعت نهر النيل والروافد بتاعت نهر الكونغو. ابتديت ابص الاقي ده في تمس غريب. صحيح ربنا بيقول لنا اهو، بس انت شايف في فارق ارتفاعات جبليه موجوده منع التلاحم ما بين النهرين. طيب انا مديني ربنا بيانات راداريه وبيانات ارتفاعات، وانا اصلا راجل جيولوجي وبتاع نظم معلومات جغرافيه. ابتديت اعمل تحليل طبوغرافي ازاي اوصل من مسار نهر الكونغو لمسار نهر النيل عشان اوصل لاقل ارتفاعات. لقينا في ثلاث مسارات بيحققوا المسافه دي. الثلاث مسارات اللي موجوده دي لقينا السيناريو الاولاني بيقول ان انا همشي 900 كيلو وفرق الارتفاعات حوالي 1500 متر، ودي حاجه استحاله ان احنا نقرب منها. المسار الثاني 400 كيلو وفرق الارتفاعات 500 متر، برضه كبيره. ربنا هدانا في الاخر وصلنا ان في مسافه 600 كيلو نقدر نمشيها ونحقق فرق ارتفاعات 150 متر فقط. لما وصلنا لقينا ان ال 150 متر ده اقل ارتفاع ممكن نخترقه عشان نوصل ونلحم النهرين ببعض، ابتدينا نشتغل اكتر. ما خلاص انا المعضله اتحلت. ابتدينا نشتغل ونشوف المسارات دي والمدن اللي هنخترقها او الجيولوجيا بتاعت الارض، التربه بتاعت الارض. ابتدينا نحط التصور الكامل وابتدينا نحسب. لما اجي ابص طب انا ما عنديش درايه قوي بفرق الارتفاعات والتكلفه والكلام من ده، استرشدنا بايه؟ استرشدنا بمحطات الرفع اللي احنا استخدمناها كمصريين في توشكا. فرق الارتفاعات اللي استخدمناها في توشكا ايه؟ 54 متر. يبقى انا محتاج ثلاث اضعاف. ثلاث اضعاف. طب اتكلفنا قد ايه في توشكا بالمحطات الرفع؟ وصرفنا قد ايه؟ وكان العائد ايه؟ ده سؤال. المسافة اللي احنا قطعناها حفر كانت حوالي 100 كيلو في توشكا. يعني انا هحفر ست اضعاف وهجيب محطات ثلاث اضعاف. وحل مشكلة ابدية بتؤرق المصريين من جدودهم لاحفادهم. طيب ده فيما يخص احنا فكرنا كده. ده احنا فكرنا كده. نقطة بقى هرجع لك. اتفضل. الكونغو بقى، ما انت مش في ارضك، مش في بلدك. تمام. انت الدولة دي اللي انت رايحة تديك في النهاية ده النهر بتاعها. تمام. موقفها ايه بقى؟ موقف الكونغو ايه؟ لو سمحت لي هبتدي بطريقتي. ممكن؟ لا انا اللي بدير الحوار، بس ابتدي. ابتدي بس انا برضو اللي بدير الحوار. انت تدير الحوار بس انا عايز ابتدي بطريقتي عشان نفهم الموضوع اصله ايه. اتفضل. لو انت حليت مشكلة المية والكهرباء والبطالة والغاز والبترول بتاعك في حركة واحدة، تبقى انت نجحت كدولة ولا لا؟ طبعا. نديك نوبل. وبعدين البطالة بتاعتك اللي موجودة ده انت هيبقى عندك نقص عمالة ليك وللدولة الأخرى. الكونغو الديمقراطية، احنا بنتكلم كونغو ديمقراطية. الموضوع بدأ أصلا من زمان قوي
يعني التاريخ القديم اللي سعادتك قلته ده موضوع، لكن معايا انا بدات تكتشف الحكايه دي من خلال شغل الصادرات الزراعيه لدول اوروبا. فلاحظت الاتي: سنه 2000 تقريبا او 99 لاحظت ان في منتجات بتيجي من افريقيا لسويسرا، وده مستحيل. لما مشيت وراها لقيتها ان دي منتجات شركه اسرائيليه. فابتدينا نشوف هي اسرائيل بتزرع ليه هناك في المنطقه دي. عرفنا بعد كده ان احنا عندنا مشكله هنا في مصر كلنا عارفينها. خد بال سعادتك من الحكايه اللي جايه دي. مشكله السرطانات ابتدت تظهر في مصر. مبيدات، اسمده، تقاوي بتسبب سرطان للمصريين. النهارده وصل تعداد تقريبا ل 4 مليون. مش هنقدر نفصل ما بين اللي حصل لنا في صحتنا وما بين تحجيم الميه علينا. الاثنين ملف واحد. لو الشعب المصري وصل ان بقى عنده حجم من الامراض وما عندوش ميه هنبقى كده. جفاف والتصحر. بالظبط. هنوصل بقى جالنا لكده. اتفضل يا فندم، اتفضل. فبدات ابص في المنطقه. بشويه علاقات قدرنا نقول والله طيب الجماعه الاسرائيليين سيطروا على جنوب السودان، اثيوبيا متشافه من سنين طويله. والناس اللي دخلت التقاوي ودخلت الكلام ده كله الجزء الامنيه حبسته، طب وبعدين؟ احنا برضو واقعين في مشكله. من خلال علاقاتي مع هيئه الثروه المعدنيه قلنا طيب هنعمل ايه؟ انا خدت مشروع، اتفاقيات مشروعات هناك، سكه حديد بدل ما كنت بطمع في 100 كيلو لا ادوني 1280 كيلو متر سكه حديد. قد مصر يعني. نعمل اسوان يعني. ننفذه، اتوقع العقد. فانا بشتغل، قلت مستحيل انا اعمل حاجه زي كده يا جماعه، انا عايز خرايط، عايز تقرير تربه، عايز ابحاث، عايز اتجاهات سيول، المخرات. قالوا لي لا ده كده ما ينفعش، تعال بقى نقعد مع رئاسه الوزراء. قعدت مع نائب رئيس الوزراء، وبعدين مع بالروحي مع رئيس الشركه القابضه. الموضوع ابتدى يكبر يكبر يكبر، كل ما بطلب طلبات بلاقي مفيش عندي داتا. قلت لهم مش ممكن تعمل شغل في دوله من غير معلومات وقاعده بيانات وداتا. في الوقت ده انا كنت بعمل يعني اتصال دائم بالهيئه الثروه المعدنيه. فبتكلم مع السيد رئيس الهيئه اللي هو كان ايميها الاستاذ مصطفى البحر ودكتور عبد العال، ده بقى ماسك المشروعات المركزيه كلها. قلت لهم يا جماعه انا بفكر اعمل كذا. وكان هدفي ان انا اشتغل مع الحكومه المصريه، ما اروحش الجا لمؤسسه زي ناسا او الى اخره. يعني هنشتغل اقمار صناعيه، اقمار راداريه، هنشوف كل حاجه. وبالتالي يبقى الكلام ده كله عندنا في مصر مش بره. كويس. فلجات لاحد هيئات وزاره البترول فيها علماء ممتازين يرأسهم دكتور عبد العال. والحقيقه الراجل كنت بصحيه يمكن الساعه 1 و2 الصبح وهو نايم عشان فرق التوقيت. فقاعدين فاتحين الخرايط وبنشوف السكه الحديد دي هتمشي ازاي. ف لقيت في عندي روافد ميه، فبقول له ايه ده، انا عندي ثلاث كباري، ده كل كوبري مشروع. استنى فريس الهيئه وكيل الوزاره قال لي لا ده انت هتعدي 22 كوبري. قلت له اقف، ده موضوع تاني خالص. ايه ده وايه ده؟ قال لك لا ده نهر النيل، ده نهر الكولو، دي روافد كذا، دي روافد كذا. بقيت ابص اكتر بداتا اكتر. فطلبت الدكتور عبد العال، قلت له دكتور انا عندي 22 كوبري وعندي ما انا شايف دي الخريطه اللي قدامنا، ما اتفضل بقى عشان بس يبقى انا عايز المشاهد يبقى معايا. ده نهر الكونغو فروعه، فوق نهر النيل فوق بفروعه ونهر النيل ونهر الكونغو تحت على المساحه البيضاء دي يا جماعه. الفصل اللي بينهم ده هو اللي ممكن الخط الاحمر اللي منقط هو ده خط التماس او خط تقسيم الميه. اوكي اوكي اتفضل يا فندم. فطلبت دكتور عبد العال، قلت له انا عندي حجم ميه غير طبيعي، ونهر الكونغو نهر وايلد قوي، شرس جدا في الميه، متوحش، وده موضوع صعب عليا. قال لي انا احنا عندنا تعليمات نبقى الظهير الفني ليك، من فضلك امضي المشروعات وتعالى. ما شاء الله. شوف القوه بتاعت لما تبقى ناس عايزه مصلحه مصر. انا نقلت رسالته بالكامل ليهم هناك في رئاسه الوزراء، نائب رئيس الوزراء. الدنيا كانت بتسقف وكان موقف جميل جدا. قابلت بعدها، خدوني قابلت الاب الروحي والناس القيادات بتاعتهم. مش ممكن فعلا هذا التوحد ده تبقى في النهر؟ ايه ده حقيقي؟ ايه ده؟ ده حقيقي يعني؟ ده بيولد كهرباء كده بدون اي حاجه، بدون سجود؟ يا ريت الصوره اللي قبليها. ده حقيقي. يا ريت الصوره اللي قبليها يا استاذ سيد. يا ريت الصوره اللي قبليها. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. قالوا الراجل ده ما يسافرش
ما يطلعش من هنا الا ما يوقع الاتفاقيات 1 2 3 4. وقعت خدت الاتفاقيات منها كونسيشن بترول مش مهم يعني كتير قوي بما فيها طيران وكل حاجه. ورجعت للدكتور عبد العال لقيته هو بدا يشتغل. قال لي بص ده هنا في تماس نهر الكونغو ونهر النيل. نعمل ايه؟ فقال لي طب ما هنا هنعمل الوصله دي، ده كان في مشروع زمان بيقول كده بس ما حدش اشتغل، ما حدش عمل داتا كامله. ابتدى هو يحط الداتا، ابتدت الاقمار الصناعيه تشتغل، ابتدت الاقمار الاداريه تشتغل. خلصنا الدراسات دي كلها والخرائط دي كلها، الناس عملنا لهم دراسه كامله للكونغو الديمقراطيه فوق الارض وتحت الارض. كويس. فبقت الداتا كامله للدوله. كويس. بدات هنا يبقى في علاقات اكتر احسن مع الدوله. طيب هنعمل ايه تاني؟ احنا بنعمل تنميه للدوله عندكم. فكان من حوالي 3 سنين تقريبا او سنتين ونص، فقلت كلمه دي متسجله في التلفزيون متوثقه. اتمنى ما دام احنا بنقوم بدور بشكل من اشكال التنميه عندكم ما تتوقعوش على الاتفاقيه الاطاريه بتاعت طول حوض نهر النيل. قلتها. الكلمه وصلت للرئيس، الرئيس جوزيف كابيلا. من اعظم رؤساء افريقيا. بيحب مصر فعلا. كويس. حقيقي مش هزار. ده كلام كويس. وعايز يعمل اي حاجه لمصر. وجت الرساله مش هنوقع على الاتفاقيه الاطاريه ومش هنعمل اي حاجه تضر مصر. كان في مؤتمر اترتب في جمعيه المهندسين ونقابه المهندسين بنعرض فيه المشروع على كل الجهات المعنيه. بعد ما الدكتور عبد العال خلص كل الخرائط وكل دي الصوره بتاعت بالاقمار الصناعيه. دي صوره بالاقمار الصناعيه. وادي وادي الشريط اللي جوه المحيط يا جماعه، لاندفاع نهر الكونغو. لاندفاع نهر الكونغو جوه ميه عذبه تمام نازله في المحيط، لدرجه بيقال ان انت لو في اي مساحه من دي شربت منها ميه تلاقيها ميه عذبه في المحيط شديد الملوحه. 42,000.7 متر مكعب في الثانيه. طب اتفضل يا فندم. واحنا في المؤتمر قبل المؤتمر بيومين ثلاث تقريبا، انا دايما بشتغل مع الجهات الحكوميه، فعملت زياره لوزاره التعاون الدولي، قابلت المستشار احمد زيد، قلت له احنا بنعمل كذا كذا كذا، انتوا عايزين حاجه تواجدوا؟ احنا متواجدين دلوقتي في الكونغو واخدين مشروعات 1 2 3 4 5. قال لي طيب بس ارجوك انا عايز اتاكد ان مفيش توقيع هيتم، لانه كان اخر ميعاد للتوقيع كان 10/5 في الفتره دي. قلت له 10/5 احنا عندنا المؤتمر، حضر فيه بنك بنوك بنك مصر، حضر فيه السفاره كانت ممثله، حضرت فيه الاعلام، حضرت فيه الري، حضر فيه الزراعه، حضر فيه كل الناس اللي احنا مهندسين بتوع الري وبتوع الهيدروليك وكل حاجه، معهد حسين نيل، معهد حسين نيل، كل الناس كانت موجوده. ف 10/5 10/5 الساعه 3 هينتهي الدوام هناك. جالنا تليفون تاكيدا ان ما تمش التوقيع والكونغو مش هتعمل اي حاجه تضر مصر. كويس. جاء الدكتور العطفي اللي كان ايامها وزير الري، قال لا ده انا شفت الدراسات دي ولا تصلح، مشروع ما ينفعش. واعلن الكلام ده في الجرايد. فرحت الهيئه. سالت طبعا رسميا بمستندات، وزاره الري اخدت اي رسومات او اي داتا او اي دراسات؟ قالت لا. قالوا لي لا. قلت له تديني جواب بالكلام ده؟ قال لي اه. راح مديني الجواب ده بالتاشيره دي بختم النسر، ان هو مفيش اي حاجه التاشيره اللي تحت دي. لم يتم اي مناقشات مع وزاره الري ولم يرد للهيئه اي طلب او تساؤل من وزاره الري بهذا الشان. عشان كده الوزير طالع طبعا. مش انا مش عايز اتكلم عن الوزير، لو كان موجود الان كنت اقدر اوصف واقول، انما لانه مش موجود ممكن يدخل معايا ويرد ويقول الكلام ده. الكسل، مش الكسل الوظيفي ولا المهني، انما اقدر اقول الكسل الوطني. اتفضل. اخذت الجواب ده وشكرت الهيئه، قلت لهم احنا هنكمل في طريقنا مهما كان الموقف شكله ايه. كويس. احنا بنتكلم مصر، ما بنتكلمش